بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هنتكلم عن إحدى طرق تشخيص أمراض القلب، وهي الأشعة المقطعية متعددة المقاطع. هي بالنسبة للأشعة المقطعية متعددة المقاطع دي تشخيص موجود من ضمن التشخيصات اللي بتستخدم في أمراض القلب، لها كذا وظيفة وبنلجأ لها في تشخيص أمراض الشرايين التاجية، بتقييم جراحات القلب المفتوح بعد إجراءها وعمل. يعني في الشرايين التاجية، العيان المريض اللي بيجي وبيشتكي من آلام في الصدر وبيكون عمل عنده آلام حادة في الصدر، وفي نفس الوقت عملنا له رسم قلب مش موضح أي شيء، وإنزيمات القلب طلعت سلبية، في هذه الحالة بنلجأ للأشعة المقطعية متعددة المقاطع عشان نقدر نشخص ونشوف الشرايين التاجية. أيضا بنلجأ في حالات ألام الصدر اللي بتبقى غير معلومة لها، أحيانا بنعمل حاجة اسمها تريبل رول أوت. تريبل رول أوت يعني إيه؟ يعني إحنا بنبقى شاكين إن في جلطة في الشريان الرئوي، أو في قطع أو تمزق في الشريان الأورطي، أو في الشريان التاجي. في الحالة دي بنلجأ إلى عمل الأشعة المقطعية عشان نقدر نفرق من الثلاث تشخيصات دول، لأن الثلاث تشخيصات دول حرجة، والوصول إلى تشخيص سريع ده بيؤدي إلى أن العيان نقدر نتصرف معاه ونقدر نوجهه إلى العلاجات الصحيحة. برضو في حالات الجراحات القلب زي تغيير الصمامات في السن اللي هو من 39 لغاية يمكن 40 أو 45، أحيانا بنلجأ لعمل الأشعة المقطعية متعددة الأغراض بدلا من عمل قسطرة تشخيصية، لنتأكد أنه لا يوجد أي شيء في الشرايين التاجية أو أي إصابة في الشرايين التاجية. برضو في حاجات تانية بنقيمها في الشرايين التاجية، يعني العيوب الخلقية في الشرايين التاجية. أحيانا الشريان التاجي بيبقى طالع من موضع آخر غير الموضع الطبيعي اللي بيطلع منه. في هذه الحالة أحيانا لما الأطباء بيدخلوا بالأسطرة بيعملوا أسطرة تشخيصية ما بيعرفوش يصوروا الشريان. لما ما بيعرفوش يصوروا الشريان بنرجع للأشعة المقطعية متعددة المقاطع، لأنها في الحالة دي بتقدر توضح لي الشريان طالع منين بالظبط، وإيه المشكلة اللي بتعوقه، أو طالع من مكان غير الشريان الأورطي، ممكن يكون طالع من الشريان الرئوي، ممكن يكون كل الشرايين طالع من مكان واحد من الرايت كاسب أو الليفت كاسب، فبتكون هنا أوضح وأدق وسيلة للتشخيص. أيضا في حالات جراحات القلب المفتوح، متابعة عمليات جراحات القلب المفتوح بعد ما بتتم العملية بنحتاج نبص على الوصلات والشرايين، بنلاقي صعوبة شوية في التصوير بالقسطرة، خاصة لو المريض معهوش تقرير العملية أو مش قادر يعرف، فبيقول أنا جاي عندي 3 وصلات أو 4 وصلات ومش قادر يحدد أنواع الوصلات إيه. ففي الحالة دي ممكن بيكون أسهل على المريض واستهلاك الكمية صبغة أقل إن إحنا نعمل له أشعة مقطعية متعددة المقاطع، بحيث إنها تقدر تبين لي جميع الوصلات اللي طالعة وطالعة من أماكنها، وهل هي سليمة أو لا. أيضا إن الأشعة وسيلة لمتابعة حالات أمراض تصلب الشرايين في الشرايين التاجية. أحيانا المريض بيبقى عنده ضيق، ده بيبقى نسبته 30% أو 40%، ممكن الفولو أب بتاعه إن احنا نعمل متابعة كل 6 شهور أو كل سنة في حالة حدوث آلام في الصدر أو كده، إن احنا بنعمل الأشعة المقطعية بنشوف هل الجزء اللي فيه تصلب ده هل هو زاد أو لسه زي ما هو، أو حصل كالسيفيكيشن أو بروجريشن للبلاك ديت وبقت استابلايز ومش محتاج أي تدخل. طبعا الأشعة المقطعية فيها حاجات كتيرة ممكن تستخدم، ممكن تستخدم كمان قبل عمليات الكي لعمل تصوير للشرايين للأوردة الرئوية عشان نقدر
قبل ما يدخل يعمل الكي دكاترة الإلكتروفيسيولوجي بيدخلوا بيشوفوا الأماكن بتاعة الشرايين الرئوية ونقدر نحدد أماكنها فين ونقدر نعرف برضو عددها. برضو في الأورام بتاعة القلب زي اللي بتبقى طالعة في الأوزين أو البوتين بتكون الأشعة المقطعية دي من أحد أهم الأشياء اللي نقدر نصور بيها الأورام بتاعة القلب كلها بالإضافة للبريكارديال أمراض الغشاء الطموري كله. ايضا في العيوب الخلقيه وان كان الرنين المغناطيسي بيلعب دور مهم في هذا ولكن الاشعه المقطعيه ما زالت بتشخص العيوب الخلقيه في الاطفال حديثي الولاده في الاعمار بنبتدي ممكن من عمر اقل من اسبوع وبنصورهم علشان نقدر نعرف العيب الخلقي وخروج الشرايين كلها وبدأ تصوير تحت التخدير ولمده وقت قصير. طب ايه هي الليميتيشن او ايه الحاجات اللي بتعوقنا او اللي لازم تكون موجودة علشان العيان نقدر نصوره وتطلع الصور كويسة؟ طبعا لازم العيان ده تكون ضربات قلبه منتظمة ويكون المعدل ضربات القلب بتتراوح اراوند رقم 60، يعني ممكن تكون من 55 لغاية 65 ده الايديال عشان نقدر نطلع صورة كويسة. طبعا لازم تكون وظائف الكلى تكون كويسة، يعني بمعنى ان وظائف الكلى الكرياتين كليرانس بتاع العيان في النورمال رينج عشان ما يحصلش اي دامج، لان هذا الفحص بيتم باستخدام مقدار من الصبغة حوالي من 60 ل 80 ملي جرام. ايضا المرضى لازم المريض يكون واعي وكونشيس ولازم بيستجيب للفني اللي بيصوره او اللقاء مع التصوير لانه بيعتمد على انه لازم بيكتم النفس في فترة حوالي 10 ثواني، هي من 8 ل 12 ثانية حسب كل مقاطع جهاز وحسب سرعة المقاطع، فهو بيحتاج انه يكتم النفس من 8 ل 12 ثانية. ايضا العيان اللي معروف انه عنده حساسية من الصبغة طبعا بنعمل اختبار لان دلوقتي انواع الصبغات بقت حديثة جدا، ولكن بنعمل حساسية اختبار للحساسية قبل عمل التصوير. ايضا لازم وزن العيان، هي طبعا للأسف ما بتعملش في الوزن الكبير، يعني لو الوزن ازيد من 140 او 150 كيلو فبتبقى في هزنس في الصورة دي. اول حاجة بتتعمل تصوير لقياس الكالسيوم او ترسيبات الكالسيوم في الشرايين. برضو لو نسبة الكالسيوم زايدة بالقياس ديت بتخفي صورة الشرايين، ففي الحالة اللي زي ديت ما بنلجأش الى هذه الاشعة ولكن بنلجأ الى عمل قسطرة تشخيصية. فهي ديت الطرق اللي ممكن بنقول عليها. شكرا وكل سنة وانتم طيبين.